فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان. وهذا من حسن سياسته رضي الله عنه أنه لا يستبد بالأمر، وإنما يستشير أهل الفضل وأهل العلم وأهل السابقة في الإسلام، فكان يستشير كبار المهاجرين والأنصار إذا حزبه أمر أو حضرت قضية أو حادثة فإنه لا يستبد فيها، وإنما يستشير أهل الفضل وأهل العلم والسابقة في الإسلام من المهاجرين والأنصار. نعم. قال مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. نعم، يستشير بقية العشرة ويستشير غيرهم مثل أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود والعبادلة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وزيد بن ثابت الأنصاري الكاتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لهم سابقة في الإسلام وهم أثبت قدما في الإسلام والعلم من غيرهم، فكان يستشيرهم لا لذواتهم ولا مجاملة لهم، وإنما لما فيهم من السداد، سداد الرأي والعلم والفقه والتقوى لله عز وجل. نعم. قال رضي الله عنهم وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله. نعم، ولا يستشير إلا من فيه الصفات المشهورة من العلم والفقه والدين والقوة، كان يستشير هؤلاء.